بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على نهجهم ودعا بدعوتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، فلقد رغب إلي أخي الحبيب الشيخ محمد توصيف العليمي حفظه الله، وفضيلة الشيخ محمد عسجد رضا خان حفظه الله ورعاه، ابن مولانا سيد الشيخ محمد أخطر رضا خان رحمه الله تعالى ورضي عنه وجزاه خيرا، رغبا إلي في أن أشارك بكلمة عن عالم من أعلام الإسلام وعالم من علماء المسلمين الربانيين، وهو مولانا تاج الشريعة سيد الشيخ محمد أخطر رضا خان رحمه الله تعالى ورضي عنه وجزاه خيرا. فوجدت أن ذلك لازم علي وواجب، حيث إنه مما ينبغي على المسلمين الذين يريدون أن يحققوا انتسابهم لهذا الدين العظيم، ينبغي عليهم أن يعرفوا قدر العلماء، وأن يرفعوا من شأنهم، وأن يقوموا بحقوقهم، امتثالا لما أرشد إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه أو قدره. وإن هذا المعيار مما يعرف به تقدم الأمم وتأخرها، فالأمة التي يعرف أبناؤها قدر علمائهم ويرفعون من شأنهم ويقومون بحقوقهم أمة راقية متقدمة. وأما الأمة التي لا يعرف أبناؤها قدر علمائهم ولا يقومون بحقوقهم، فتلك أمة منحطة متخلفة عن ركب الحضارة والعياذ بالله. ولقد فطن أعداء الإسلام لهذه الحقيقة الخطيرة منذ زمن بعيد، فحاولوا أن يوجدوا فجوة بين عامة المسلمين وعلمائهم، وأن يبعدوهم عنهم، ولا يزالون يسعون جاهدين لتوسيع هذه الفجوة، حتى وصل الأمر بنا اليوم إلى ما نراه من بعد عامة المسلمين عن علمائهم، ومن جهل كثير منهم بهم، بل وصل الأمر إلى استخفاف كثير من هؤلاء العامة بالعلماء، والإساءة إليهم والحط من شأنهم بالقول أو بالفعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإن من العلماء الربانيين في هذه الأمة المحمدية الذين جمع الله لهم بين العلم والمعرفة والولاية والدعوة إلى الله مولانا تاج الشريعة سيد الشيخ محمد أخطر رضا خان رحمه الله تعالى ورضي عنه وجزاه خيرا، الذي قام بمهمة الدعوة إلى الله تعالى خير قيام، وكان بما نشر من علم، وبما ألف من كتب، وبما ترك من فتاوى، وبما خلف من خلفاء وعلماء وطلبة علم، كان بذلك حلقة تحقق استمرارية سلسلة النور والهدى التي أكرم الله تعالى بها وبمثيلاتها من سلاسل النور والهدى، أكرم الله تعالى بهم هذه الأمة واختصها من بين الأمم. وإن هذه السلسلة المباركة ومثيلاتها من سلاسل الإسناد والعلم والنور والهدى التي اتصلت أسانيد أصحابها جيلا بعد جيل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه السلاسل المباركة مما اختص الله تعالى به هذه الأمة من بين الأمم، ومما اختص الله تعالى به أهل الحق عن غيرهم من أبناء الطوائف المنحرفة عن الحق، من المبتدعة المخالفين لأهل السنة والجماعة والعياذ بالله. وحري بكل مسلم عاقل واع أن يتصل بسلسلة من هذه السلاسل المباركة، وأن يجالس العلماء ويتعرف إليهم، ويصل سنده بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلالهم، فيأخذ عنهم العلم
ولا أقل من أن يأخذ عنهم ما يتعلق بفروض الأعيان ليصحح عقيدته ويصحح عبادته. هذا وفي الختام أسأل الله تعالى أن ينزل شآبيب رحمته ورضوانه على روح السيد الشيخ تاج الشريعة سيد محمد أخطر رضا خان رحمه الله ورضي عنه، وأن يرفع درجته ويعلي قدره ورتبته في عليين، وأن يبارك في أبنائه وذريته وإخوانه وأحبابه ووراثه وأتباعه. آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.